بسم الله. من التغيرات الجميلة في ريفيت 2019 إن هو زود قائمة خاصة بالإنشائي وسماها ستيل. طبعا القائمة دي مش هتشتغل في الشيت، لازم تكون في أي بلان من البلانات أو سيكشن أو في 3D عشان تبدأ تتفاعل معاك. هتلاقي إنها بتعمل الكونكشن وبتعمل فابريكيشن إليمنت وبتعمل تعديلات موديفيكيشن. ممكن مثلا نرسم بليت بالشكل دوت، نقدر نيجي نرسم بالدرو. يعمل لك الستيل بلات. بعد كده نقدر نعمل سيلكت عليه وندخل هنا في قائمة ستيل وقول له انا عايز كورنر كات، ويبدأ يختار. ممكن مثلا نخليها 50، تقدر تغيرها تخليها مثلا 300 بالشكل دوت.